من الواضح أن الطلب على حلول الموارد البشرية السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينمو بشكل سريع، كونها تمكن الشركات من توفير الوقت والجهد في إدارة العمليات اليومية بطريقة فعالة وغير مكلفة. هذا يعني أن مسؤولي الموارد البشرية على استعداد لتوديع جداول البيانات والملفات الورقية والترحيب بنظام واحد متكامل لأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. قامت زين اتش ار بتطوير برنامج موارد بشرية سحابي سهل التفعيل والاستخدام، مصمم خصيصا ليناسب احتياجات جميع الشركات من مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يساعدك زين اتش ار على تطبيق جميع قوانين العمل المحلية. تم تطوير نظام إدارة الموارد البشرية زين اتش ار ليعكس أحدث قوانين الضرائب والتأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور في الشرق الأوسط. يوفر نظام إدارة الموارد البشرية السحابي زين اتش ار مركزا واحدا لحفظ جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالموظفين، مثل إدارة الوقت وحسابات الرواتب ومستندات الموارد البشرية والطلبات والتقييمات، بالإضافة لتطبيق الهاتف المحمول الذي يوفر تجربة مستخدم سهلة ومريحة للموظفين، بالإضافة إلى أتمتة العديد من العمليات اليومية التي تستهلك وقت مسؤولي الموارد البشرية. باستخدام زين اتش ار ستصبح عملية إعداد التقارير أمرا سهلا للغاية. وإذا كانت شركتك تنمو، زين اتش ار سينمو معك. تحتوي منصة زين اتش ار ايضا على نظام تتبع طلبات المتقدمين Applicant Tracking System، والذي ينظم عملية التوظيف وإدارة المقابلات والاختبارات ويتابع رحلة المرشح الكاملة من أول اتصال له مع شركتك وحتى إرسال عرض العمل والقبول. بعد ذلك يتم ترحيل جميع المرشحين الذين تم تعيينهم إلى نظام إدارة الموارد البشرية HRMS لبدء عملية الإعداد وتغطية سلسلة عمليات الموارد البشرية الكاملة من مرحلة استقطاب المرشحين وحتى التقاعد. زين HR، تكنولوجيا ذكية لأتمتة إدارة الموارد البشرية.